دعت مجموعة دول بريكس 6 دول إلى عضويتها الكاملة بدءا من يناير المقبل. وهذه الدول هي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية من هذه الدول التي رحبت بتلك الخطوة واعتبرتها تاريخية وتتويجا لنجاح سياساتها الدولية القائمة في أغلبها على التوازن بين علاقاتها نحو الشرق وعلاقاتها بالغرب. القمة أعلنت صراحة دعوتها إلى تغيير النظام الدولي الراهن أحادي القطبية وتحويله إلى نظام متعدد الأقطاب، وأعلنت كذلك رغبتها في التخلص من التعامل بالدولار فيما بينها، وفعلت من أجل هذا الغرض بنكاً لدول المجموعة يتولى هذا الأمر. هل ستنجح دول بريكس في مسعاها؟ وما هي الفرص الكامنة في مثل هذا التطور التاريخي المهم؟ هذا ما سنناقشه في فقرتنا التي ستبدأ تواً، ولكن بعد التقرير. ثلاثة أيام هي الوقت الذي استغرقته قمة دول مجموعة بريكس في دورتها 15 للإعلان عن توسيع عضويتها لتشمل 6 دول هي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، فيما يعتبر بوابة لتحسين الوضع الاقتصادي والثقل العالمي للدول النامية والناشئة. والبريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أطلق وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8، حيث كان مكوناً من 4 دول وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، ويسمى آنذاك بالبريك، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب أفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يسمى ببريكس، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وما يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية هو أنه غير تقليدي، فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي بل تنتشر في قارات مختلفة، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولاً نامية وناشئة تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل. وبالرغم من حداثة عهد تكتل بريكس وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظراً للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين. مراقبون وصفوا هذه الخطوة بكونها تاريخية، خاصة أن السياسة الدولية تتوق إلى تحول النظام العالمي من نظام أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة منفردة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي إلى عالم متعدد الأقطاب، وعليه تعمل دول البريكس 11 على أن تتعامل فيما بينها بعملاتها المحلية مستغنية عن الدولار الذي ظل مسيطراً على تعاملات العالم المالية لعقود طويلة. أرحب الآن بضيوفي الكرام من القاهرة الدكتور وليد جابالله الخبير الاقتصادي، ومن دبي الدكتور محمود مسعود الأحبابي الكاتب والمحلل السياسي، ومن باريس ميشيل فياض الخبير الاقتصادي. وأحب أن أتفق مع ضيوفي الكرام، هناك حديث كثير في كل وسائل الإعلام العربية عن هذا التطور، وبالطبع خلفية مجموعة البريكس وأهداف مجموعة البريكس، لكنني أحب أن أفرد هذه الفقرة مع حضراتكم لكيفية استفادة الدول العربية الثلاث من انضمامها هذا لمجموعة البريكس. وسأبدأ من القاهرة مع الدكتور وليد جابالله. يا دكتور، كيف يمكن لهذه الدول أن تعظم استفادتها من هذا الانضمام
وبالتحديد مصر، وأنا أعرف أنك مشغول بشأن اقتصادها، تفضل. هو بالتأكيد أنا عايز بس أوضح أن بانضمام مصر والخمسة الدول الأخرى بتنتقل بريكس من مرحلة مجموعة بريكس إلى بريكس بلس بعد أن تم توسيع هذه العضوية. بالتالي نحن أمام تشكيل واقع جديد، مجموعة بريكس اللي بتستهدف نظام عالمي أو نظام عالمي متعدد الأقطاب أو ثنائي القطبية، مصر حريصة جدا وبتستفيد في انخراطها من حيث المبدأ في هذا النظام الذي يتأسس بصورة ناعمة، هو شيء مهم جدا لأن القاهرة تراقب هذا التطور العشوائي للنظام العالمي. النظام العالمي ومنذ أزمة الرهن العقاري الأمريكية، حضرتك تتحدث عن الاقتصاد وليس عن السياسة، النظام العالمي الاقتصادي. النظام العالمي الاقتصادي بالتأكيد النظام النيوليبرالي القائم على مؤسسات بروتون وودز بيعاني من مشكلات كبيرة منذ 2007-2008، كانت دول بريكس ترصد ذلك. في 2009 بدأت تتحدث عن نظام موازي، نظام ثنائي القطبين، بدأت الأمور بتتطور مع المجموعة بصورة تدريجية ناعمة. مصر بترصد كل هذه الأمور وهي منفتحة لأن يكون لها دورا في هذا العالم الجديد الذي يتشكل، أن تكون لها الريادة. فالمكاسب المستقبلية تصورها أكبر بكثير من مجرد انضمام مصر إلى المجموعة بشكلها الحالي. فالمجموعة بشكلها الحالي هي مجموعة بتركز على الجانب المالي والنقدي، لديها بنك للتنمية يوازي البنك الدولي، لديها ترتيبات للاحتياطي توازي صندوق النقد الدولي، ولكن الأفق المستقبلية للاقتصاد مصر حريصة أن تكون أحد أطرافها من أجل أن تكون أكثر تشابكا وأكثر تفاعلا مع المستقبل، سيما وأن شكل التوسع في تجمع بريكس الحالي يبدو وكأنه لديه توازنات أيضا جيوسياسية. صحيح. ففي الوقت الذي بتنضم فيه مصر نجد أن أثيوبيا أيضا تنضم، في الوقت الذي تنضم المملكة العربية السعودية والإمارات نجد أن إيران تنضم. إذن نحن أمام تعاون اقتصادي يمكن أن يؤسس لتفاهمات. لا يخفى عليك يا دكتور أنه حتى في قارة أمريكا اللاتينية البرازيل عضو مؤسس، انضمت الأرجنتين اللي هي غريم البرازيل الرئيسي في القارة الأمريكية الجنوبية. إذن نحن أمام توازنات جديدة. الفكرة لما بنربطها بالتطورات الصينية، الصين ومنذ بدأت مشروعها التنموي ومنذ بدأت مبادرة الحزام والطريق، وهي بتعتمد على مبدأ الكل رابح، بتعتمد على مبدأ الربح للجميع والتوازن للجميع. هذا التجمع يستهدف إلى أن يخلق دور لنفسه، ولكن بصورة لا يستهدف مجالات مباشرة، لا يستهدف صراعات، ولكنه عندما يفرض نفسه فهو بيفرض نفسه بقوته الاقتصادية الطبيعية. 40% من سكان العالم هيزيدوا بعد ما تنضم الست دول، حجم اقتصاد أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، ثم سيزيد مع انضمام الدول الجديدة ومع التفاهمات الجديدة للدول التي تبدو ليست على وفاق كبير وليست على معدلات نمو كبيرة. فبالتالي فإن شكل الاستفادة مستقبل بالنسبة لمصر وبالنسبة لغيرها من الدول، أتصور أن لما بيكون ونتطلع إلى التعاون ليس فقط مع التعامل مع دول بريكس الحالية، مصر لديها بالفعل تعاون كبير مع الصين، مع الهند، مع روسيا، ولكن أيضا عندما يحدث ذلك فإنني أتصور أن هذا الانضمام وهذا الشكل من بريكس بلس يمكن أن يكون له أثارا إيجابية على قضية سد النهضة الإثيوبي، يمكن أن يكون له أثارا إيجابية على خلق مزيد من التعاون ما بين صحيح. ما بين مصر وإيران غير ذلك. مهم للغاية والله يا دكتور وليد، سأعود إليك لأنه أنا مهتم بمعرفة رأيك في مسألة الاستيراد بالعملة المحلية، والجنيه المصري يتعرض للكثير من الضغوط في الفترة الأخيرة، هل هذا طوق نجاة؟ سأعود إليك سيدي الكريم، لكنني أذهب الآن إلى سعادة الدكتور محمد مسعود الأحبابي. دكتور محمد، هذا تجمع فيه لمسة من المواجهة، لا يمكن إنكار ذلك، مواجهة نظام عالمي جديد لنا الكثير من المآخذ عليه، وسعي لإنشاء نظام جديد يزعم أنه سيكون أكثر عدالة وأكثر توازنا.
دولة الإمارات العربية المتحدة مشهورة بأنها دولة راسخة ذات سياسة ثابتة لا تعادي أحدا، لها علاقات ممتازة مع الغرب. ألا تخشى سيدي أنه انضمامها لمجموعة البريكس بلس سيكون على حساب علاقاتها الممتازة بالغرب؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سيدي الكريم. وعليكم السلام. نمسي على ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين وعليكم شخصيا. تحياتي لك سيدي الكريم. بالنسبة لسؤالك، من المعروف بأن دولة الإمارات العربية المتحدة دائما توازن في سياستها الخارجية سواء مع الغرب أو مع الدول الضد. دائما يمكن احنا شاهدنا في الفترة الماضية وخاصة في الحرب الأوكرانية الروسية موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الذي كان يعني متوازنا بين هذه الدول. ودولة الإمارات العربية تعرف أن تسير سياستها من خلال توازنها سواء مع الغرب أو مع الدول الأخرى التي على غرار مجموعة بريكست أو الدول الأخرى. دائما لا تؤثر هذه العلاقات، لأن كل دولة لها سياستها الخارجية ولها مصالحها التي تضمن سواء أمنها الوطني أو اقتصادها أو تعاملها مع الأمن العربي والأمن الدولي. هذا من ناحية. من ناحية الثانية بالعكس، أنا أرى بأن وجود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجموعة التي نفتخر بأن يكون هنالك ثلاث دول عربية انضمت إلى هذه المجموعة، وهذا دلالة على قوة هذه الدول مركزها سواء سياسيا أو اقتصاديا. صحيح. بغض النظر عن مساحتها أو قوتها العسكرية أو أي إن كان من العوامل الأخرى. فدولة الإمارات دائما كما أشرت أنت بأنها دولة مسالمة وتسعى إلى أن تكون مع السلم ومع الحق ومع توازنها في سياستها سواء مع الغرب أو مع الشرق. فأعتقد أن وجود دائما دول في أي مجموعة سواء كانت في مجموعة بريكست أو سواء في مجموعة السبعة أو مجموعة العشرين هي عملية توازنات دولية، وقد تكون مشتركة بعض الدول في بعض المنظمات المتشابهة في أحيانا في هنالك دول بهذه الطريقة. فالمصلحة يعني هي التي تحكم سياسة الدولة دائما وتوازن بين سياستها الاقتصادية والسياسية. وأعتقد بأن طيب أين تكمن مصلحة الإمارات يا دكتور أحبابي؟ يعني دولة الإمارات العربية المتحدة وبنعمة من الله مستقرة اقتصاديا ومزدهرة، يعني كيف تخطط؟ وأنا أعرف أنه صانع القرار في الإمارات لا يتخذ قرارات عشوائية إطلاقا، وإلا ما كنتم قد ازدهرتم هذا الازدهار بنعمة من الله. يعني كيف يخطط صانع القرار في الإمارات للاستفادة من هذا الانضمام؟ بلا شك بأن هذا الانضمام يشكل يعني ميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دولة اتحادها عمرها 50 سنة في الاتحاد كاتحاد 7 إمارات، وفي هذه السنوات البسيطة استطاعت أن تزاحم الدول المتقدمة عالميا في هذه المجالات سواء من الناحية التكنولوجية أو الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية. فوجودها اليوم في بريكست بالعكس هو إضافة إلى بريكست. إذا كان هو بريكست بلس، فأن البلس هي الدول التي أضيفت لهذه المجموعة ستشكل قوة اقتصادية لهذه الدول وتواجه، خاصة أن يعني تطرقتم إلى القطب الواحد الأوحد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، ووجود مثل هذه هي للمحافظة على اقتصاديات العالم. ودولة الإمارات هي دولة من الدول التي دائما تحافظ على اقتصادها ووجودها مثلها مثل أي دولة أخرى، ولكن بدون الضرر بالآخرين، ولكن من خلال توازنها مع هذه الدول من خلال سياستها الحكيمة التي أوصلتها إلى هذه المجموعة ووصلتها إلى مراكز متقدمة عالميا في مجالات عدة وفي تكنولوجيا قد تكون يعني متقدمة على يعني بعض الدول الغربية. نجد بأن دولة الإمارات حجزت لها مركز بين الدول المتقدمة، ونحن نفخر بدولة الإمارات، نفخر بالمملكة العربية السعودية، نفخر بمصر بوجودها في هذا التجمع العالمي الذي سيكون له أثر. البعض يعتقد بأن هذا الأثر سيكون القطب الأوحد و
تعدد الأقطاب سيكون خلال سنوات قليلة، ولكن هذه بدايات، ولكن تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تثبت هذه السياسات أو تصنع، وخاصة في ظل وجود الحرب الأوكرانية الروسية ستلعب دورا أساسيا في تعزيز موقف القطب الواحد وتعدد الأقطاب، خاصة نرى الآن الحرب ما زالت مستمرة، ولا شك أن هذا سيلعب دور في حال انتصار روسيا في هذه المرحلة، سواء انتصارا عسكريا أو انتصارا سياسيا، سيشكل قوة أيضا إضافية طبعا إلى هذه الاقتصاديات. ثانيا سيعزز من دور العملات المحلية سواء في دولة الإمارات أو الدول الأخرى، والتي ستبنى عليها هذه الخطوات وتقوي من تنافسها، والتنافس بين هذه المجموعة وروسيا والصين من جهة، وكذلك أيضا الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيدي الكريم، سأعود إليك لكن بعد أن أذهب إلى ضيفنا الذي تأخرنا عليه السيد ميشيل فياض في باريس، أعذرنا سيد فياض. قل لي، لدي إحساس وقد يكون خاطئا لأنني في الحقيقة لم أطلع على كل يعني الصفحات الرئيسية في الإعلام الغربي، لكن لدي إحساس أن هناك قدر من التجاهل لقمة بريكس ولما تمخضت عنه في الإعلام الغربي. صحح لي هذا الإحساس أرجوك، وقل لي هل الغرب قلق يا سيدي؟ في حقيقة الأمر في دول الغرب يقولون أن قمة البريكس تعتبر بأعضائها الجديدة تقدم حوالي 40% من إجمالي الناتج العالمي وحوالي 50% من التعداد السكاني العالمي، وهذا ما يتناوله المنصات الإعلامية الغربية بشكل أساسي. وفي حقيقة الأمر من وجهة نظري هناك أيضا أهمية كبيرة لبعض النقاط التي تتعلق بمجموعة البريكس، حيث أن هناك أعضاء جدد انضموا إلى المجموعة، على سبيل المثال في الوقت الراهن مع عضوية السعودية، وفيما يتعلق بروسيا، وسوف يكون هناك دولتين من كبرى منتجي النفط في المجموعة، وأيضا مع وجود الهند والصين من أكبر المنتجين للنفط الخام موجودين في البريكس، وأيضا مع قبول عضوية إيران يعتبر تحول كبير، وأيضا فيما يتعلق بالأرجنتين وعضويتها في البريكس أيضا هذا يظهر للولايات المتحدة أن هناك تمدد في أمريكا اللاتينية من قبل البريكس، ونحن نعلم التوترات والصداقات والعلاقات الطيبة بين روسيا وإيران، وهم من كبرى منتجي الغاز فيما يتعلق بإثيوبيا ومصر، وهم من كبرى الدول التي لديها تعداد سكاني، وكذلك كثير من الدول التي لها الكثير من القدرات والاختلافات والتنوع في هذه المجموعة، وإثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي لم يتم استعمارها من قبل. إيران تعتبر من كبرى الدول أيضا في العالم الإسلامي، وكذلك الإمارات ومصر لهم أهمية كبيرة في الخدمات اللوجستية والنقل. في مصر لدينا قناة السويس، وكذلك في هناك كثير من النواحي الاقتصادية التي تدعمها هذه العضويات الجديدة التي تضيف ثقل كبير إلى مجموعة البريكس وله تأثير عالمي أيضا، ويأتي ذلك بعد مرور وقت من التفاعلات في هذه القمة وهذه المجموعة بشكل عام. هل تتوقع أنه الغرب سيسكت على السعي المعلن لهذه المجموعة بعد توسيعها لتغيير النظام الاقتصادي العالمي؟ حسنا، لتغيير نظام اقتصادي كبير سوف يأخذ وقتا طويل بالطبع. حتى اليوم 85% من الاحتياطات في البنك المركزي بالدولار الأمريكي، وحوالي 20% فقط في أوروبا. من أجل إنشاء نظام مالي جديد سوف يأخذ وقتا طويلا، ولكن يمكن هنا أن نقول أن الدولار الأمريكي فرض نفسه في العالم أجمع بسبب النفط،
ولهذا ندعوه بالبترو دولار. ولكن اليوم مع وجود السعودية وروسيا ومن عضويتهما في البريكس والهند والصين أيضا في البريكس، يمكن أن نقول أن هناك أدوات قوية يمكن أن تغير هذا الواقع. خلال الفترة الماضية روسيا كانت تحصل على المدفوعات بالعملات المحلية، والسعودية كانت تقبل العملات الأخرى كما تفعل مع الدولار، وهذه هي الخطوة الأولى في هذا الشأن من أجل إيجاد عملة مقبولة لدى كافة الأعضاء. وهناك الكثير من الخيارات، إذا ما قرروا أن يكون هناك عملة شائعة واحدة أو أن يكون هناك تكون هناك سلة من العملات المقبولة المتبادلة كما حدث في 2014 من البنك العام والمشترك. كان هناك 50 مليار دولار من رأس المال، حيث كان هناك استثمار كقروض حوالي 80 مليار كل عام، وكان هذا بالعملات المحلية من أجل دعم العملات والدول دون الاستغلال الدولار فقط، فبالتالي يكون هناك بدائل. فخطوة بخطوة تكون هناك نماذج مالية واقتصادية بديلة يتم إرسائها. ولكم لتتفهموا أن الاتحاد الأوروبي أيضا بدأ في 1975 وأوروبا بدأت في هذا المنحة، وفي عام 2002 حتى وصلوا إلى عملة موحدة، فهذا أخذ حوالي 40 عاما للوصول إلى عملة موحدة في أوروبا. سأعود إليك سيد فياض، وسأطلب منك حين أعود إليك أن تقدم النصح للدول العربية المنضمة حديثا لكي تعظم الاستفادة من انضمامها للبريكس، وفي ذات الوقت لا تغضب أمريكا، يعني ببساطة بوضوح. لكنني أذهب الآن إلى الدكتور وليد جابالله مجددا. دكتور وليد، الجنيه المصري يعاني ضغوط لا تخفى على أحد خلال الفترة الأخيرة، هل يساهم انضمام مصر الوشيك لمجموعة البريكس في تخفيف هذه الضغوط؟ وهل ترى أن التداول بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية، هل ترى أنه فكرة منطقية دكتور؟ لأن الروس اشتكوا مر الشكوى أن لديهم تريليونات من الروبية الهندية مش عارفين يعملوا بها إيه. يا دكتور تفضل. وزي ما ذكرت حضرتك، هي مش المشكلة بالنسبة لمصر ارتفاع سعر الدولار، ومش المشكلة في أنها تتبادل بالدولار أو بالروبية الهندية أو بغيرها من العملات. هي المشكلة الحقيقية أن الجنيه بيتعرض لضغوط، وهذه الضغوط ليست ضغوط مزمنة ولكنها ضغوط عارضة متعلقة بارتفاع أسعار الفائدة في الفيدرال الأمريكي، الأمر الذي ترتب عليه خروج يعني أرقام كبيرة جدا من المال الساخن في مصر، الأمر اللي أدى إلى ارتباك في تحويلات المصريين الموجودين بالخارج. مصر لديها ظرف معين متعلق بلتها المحلية يحتاج إلى إدارة وهي بتديره في هذه المرحلة، والاقتصاد المصري قادر على أن يتجاوزه. أما بخصوص التعاون مع بريكس، فالتعاون ودخول مصر كعضوية بريكس أكبر من قضية التبادل، لأن مصر لها تاريخ طويل من التبادل بعملات غير الدولار. مصر لديها اتفاق قريب منذ 2018 تقريبا بتبادل العملات مع الصين. مصر تاريخيا مع الاتحاد السوفيتي كانت بتقوم بالتعامل بصورة مباشرة ما بين بالعملات المحلية وبالمقايضة ما بينها وما بين الاتحاد السوفيتي. القضية والعنصر الإيجابي هو أن دخول مصر في بريكس هيؤدي إلى تشجيع التجارة البينية ما بين الدول، لأن ما فيش دولة هتطلب من مصر تشتري جنيه مصري أو تتبادل بالجنيه المصري إلا في حدود ما تستورده تلك الدولة من مصر. دخول مصر هيترتب عليه أن هذه الدول ستشجع مستثمريها وتشجع كياناتها أنها تستورد من مصر. لكن في المقابل يا دكتور وليد، ستبيع للهند مثلا بالروبية؟ هي القضية، أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أبيع بالهند بالروبية طالما أنا بستورد من الهند. هي القضية في حجم التبادل، لأن الدولة اللي بتصدر أكثر لن تشتري صدر وارداتها من الدول، يعني لن تقبل بعملة غير العملات العالمية إلا في حدود ما تستورده من الأخرى. أيوه. يعني أنا بقول إيه، مثلا لو أنا عندي 10 مليار، مصر بتستورد ب 10 مليار، ما يوازي 10 مليار دولار من الصين بتستورد
تستورد من مصر ب 10 مليار ب 3 مليار دولار، الصين مش هتقبل تتعامل بالجنيه المصري الا في حدود ال 3 مليار اللي هي بتشتريهم من مصر. أنا قضيه هكذا فهمنا يا دكتور جاب الله. هيشجع الصين ان هي تستورد اكتر من مصر لانجاح هذه المعادله. نعم هكذا فهمنا يا دكتور، لكن انا فقط نقلت لك وللمشاهد الكريم الشكوى الروسية من تراكم الروبية الهندية في البنك المركزي الروسي، وهذا سبب لي في الحقيقة نوع من سوء الفهم، لأنه الأمر لو كان كما تفضلت أنت الآن كيف تتراكم الروبية لدى الروس؟ الروبية بتتراكم في روسيا لأن روسيا لا تستورد من الهند بالحجم اللي بيناسب الروبية اللي موجودة عندها. أيوة. روسيا بتصدر مواد خام، بتصدر بترول، بتصدر غاز، بتصدر مواد خام، لكن علشان الأمور تستقيم فأصبح مطلوب من روسيا أن تستورد من الهند بكميات أكبر مما تستورده فتستهلك الروبية اللي موجودة عندها. نعم. هي دي المعضلة. النهاردة لما السوق بتوسع وبتدخل دول جديدة فمش هيكون في مانع أبدا أن روسيا تستخدم الروبية في تعاملاتها مع مصر مقابل أن مصر تستخدم الروبية في تعاملاتها مع الهند. فمع توسيع السوق يمكن أن يتم استخدام العملات بتاعة الدول، أنا عندي 5 دول قديمة وست دول جديدة، مع توسيع السوق وتوسيع النطاق الجغرافي من الممكن أن يكون هناك تشابك أكبر في استخدام العملات بصورة تؤدي إلى مزيد من الترابط والتشابك الاقتصادي اللي بيصب بالإجابة على كل الأطراف. تتصور أخيرا دكتور جاب الله حقنة الانتعاش هذه في أعصاب الجنيه المصري تبدأ في إتيان ثمارها في أي مدى زمني بالله عليك؟ خلينا أقول لحضرتك مبدئيا بمجرد إعلان بريكس إن هي قبلت دخول مصر ده شيء إيجابي جدا، لأن بطبيعة الحال إعلان على قوة الاقتصاد المصري، شهادة على قوة الاقتصاد المصري. دول بريكس فضلت إن هي تختار مصر رغم ان كان في طلبات من الجزائر ومن نيجيريا ومن السنغال. الجزائر نفت، الخبر الاخير انه الجزائر نفت يعني انها طلبت. ان لم يكن فهناك نيجيريا وهناك السنغال، وان لم يكن هناك طلبا رسميا الا ان هناك ترحيب تاريخي حتى من قبل ذلك. هناك يعني على سبيل المثال مصر انضمت لبنك التنميه التابع لبريكس منذ عده اشهر. صحيح. مع الامارات وبنجلاديش، ودفعت القسط الاول. بنجلاديش لم تدخل في هذا اليوم. الفكرة فكرة تفضيل مصر عن غيرها من الاقتصادات، عن أندونيسيا، عن البحرين، عن دول أخرى، ده في حد ذاته شهادة في الاقتصاد المصري، وده شيء إيجابي بالنسبة للدولار. أما بالنسبة لإدارة العملة المصرية ولدعم الجنيه المصري فإن دخول مصر في بريكس ليس كل شيء، ولكنه ورقة من ضمن مجموعة أوراق يمتلكها الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ويمتلك الكثير من الأوراق التي يستطيع أن يمر بها ويتجاوز بها التحديات التي يواجهها حاليا. أذهب الآن إلى دبي مجددا حيث سعادة الدكتور محمد مسعود الأحبابي. دكتور محمد، دولة الإمارات العربية المتحدة عملتها مثبتة بقوة اقتصادها، قيمة صرفها لا تهتز الحمد لله، كيف ستدير تداولاتها بالعملات المحلية مع دول ربما تكون عملاتها يعني أكثر عرضة للاهتزاز يا دكتور؟ في الحقيقة دولة الإمارات يعني بدأت في هذه النقطة، وأعتقد أنها يعني قامت بتبادل الاقتصادي وتبادل العملة ما بين الهند والإمارات، سواء بالدرهم الإماراتي أو الروبية الهندية، وهذا في حد ذاته يعزز من قيمة العملات المحلية مستقبلا عندما تتعامل هذه الدول بعملاتها المحلية. وليس بالشرط بأن تكون هذه التعاملات الاقتصادية بالآلاف المليارات، ولكن عندما تبدأ بتعاملاتها تدريجيا سيكون لها أثر وواقع أثر في المستقبل، سواء المتوسط أو البعيد وليس القريب، ولكن هذه أساسيات يجب أن تبدأ فيها هذه الدول لتقوية عملاتها المحلية، وأيضا تتحمل بعض
لو كان هنالك بعض النقص أو السلبيات، لكنها ستكسب إيجابيات في المستقبل الأوسط أو المستقبل البعيد. صحيح. نحن لا ننظر دائما إلى أن هذه التعاملات ستكون لها مردود إيجابي سريع وقريب، لا، ولكن هذه الدول تنظر إلى استراتيجيات بعيدة المدى ومتوسطة المدى. فهنالك أيضا دول كثيرة كما أشار ضيفكم الكريم على تعامل بعض الدول، وخاصة روسيا والهند وأيضا مصر وبعض الدول بعملات محلية، وهذا يدعم العملات المحلية مما يقوي اقتصاديات مجموعة بريكس في المستقبل، لأنها إذا ما كانت تتعامل بعملاتها المحلية فهي أيضا ستظل مجموعة يعني ضعيفة. وهذه المجموعة يعني يمكن أكبر توسع لها منذ نشأتها في 2009 هو انضمام هذه الست الدول اللي الكبيرة اقتصاديا، سواء اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا. دكتور أحبابي، نتمنى، تفضل سيدي تفضل، نتمنى فقط أن تكون يعني هنالك مواجهة العقبات أو بعض الصعوبات التي قد تواجه هذه المجموعة، يعني سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية مستقبلا. يجب أن يكون هنالك أهداف وأولويات لهذه المجموعة حتى تنجز في المدى الأكثر من القريب، خلينا نقول المتوسط. عندما تتوافق وتتفاهم في أهدافها سيكون إنجازها طبعا إنجاز سريع، وسيكون مردودة إيجابيا على هذه الدول. دكتور، هل تظن أن هذه المجموعة سيقتصر عملها على الاقتصاد، أم أنها أيضا قد تكون منصة سياسية؟ دعني أضرب لك مثلين: مصر وإثيوبيا وقضية سد النهضة، الإمارات وإيران وقضية الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة من قبل إيران، طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى. هل تفتح هذه المواضيع في تصورك؟ عزيزي، أولا هذه المجموعة هي مجموعة اقتصادية وليست مجموعة يعني عسكرية أو سياسية، هي مجموعة اقتصادية بالدرجة الأولى. ولا شك بأن الاقتصاد دائما هو يدعم الموقف السياسي، ففي ظل تواجد هذه الدول وترابطها اقتصاديا، لا شك بأن هذه السياسة الاقتصادية ستنعكس على توافق الدول، مما يؤثر على ويسهل على التفاهمات، كما تطرقت لك أنا وسبقتك بالكلام وقلت لك التوافق في الأهداف والأولويات. وهذه التوافقات إذا كانت يعني مرسومة وكانت مثل ما نتمنى لها في هذه المجموعة، وإن شاء الله ستكون، فإنها بلا شك بأنها ستؤثر على الخلافات ما بين الدول في المجموعة من خلال التفاهمات ومن خلال التقارب الاقتصادي الذي سيؤثر بلا شك سياسيا. صحيح. على هذه الدول. هذا رأي حكيم، ودعني أقول لك إنه الرأي الذي كفل لازدهار لمنطقة تشبه برميل البارود، والله يعني لولا حكمة القادة وخصوصا في الإمارات منذ زايد رحمه الله، كانت هذه المنطقة اشتعلت أكثر من مرة. يا دكتور، أذهب الآن بسؤالي الأخير للسيد ميشيل فياض في باريس. سيد فياض، أحب أن أسمع منك نصحك للدول العربية المنضمة حديثا للبريكس التي أصبحت الآن بانضمام هذه الدول بريكس بلس. ما الذي ينبغي فعله من قبل هذه الدول كي تعظم الاستفادة من الانضمام لهذه المجموعة؟ أعتقد أن كل دولة عربية لديها مشاكلها الخاصة التي تختلف عن أي دولة أخرى، ولكن هناك أمر واضح تماما، أن على مدار العشرة أعوام الماضية الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للسعودية والإمارات وبالطبع لمصر، وهذه الدول الآن بطبيعة الحال قد التحقت بالبريكس، ومن الأهمية بمكان أن يتم التفاوض بشأن العلاقات مع الصين، حيث أنها دولة رئيسية ومؤسسة في مجموعة البريكس وداخل النظام الأساسي للبريكس، وتحصل على 70% من حجم النمو من الاقتصاد في مجموعة البريكس، وهو خاص بالصين. فمن الأهمية أيضا أن نعزز هذه الشراكات مع الصين،
وذلك من المهم لكل دولة أن يكون لديها مساعي للحصول على الاستفادة القصوى من خلال هذه الشراكة. السعودية مثلا تحاول أن تنوع من مصادر اقتصادها دون أن تكون محدودة على مصادر معينة، ونحن على دراية أن الإمارات تعتبر محورا كبيرا لكل شيء في مجال التجارة، وعليها أن تستمر في الحفاظ على هذه المكانة، وخاصة في إطار المبادرة الجديدة. ومصر أيضا والتي تواجه الكثير من الصعوبات، ولكن لها كثير من القدرات الكبيرة، لديها التعداد السكاني والقوة العاملة وتاريخ عظيم، فمن المهم لمصر أن تجد كافة السبل وتلتمس كافة المساعي للتنمية لصالح شعبها للاستفادة القصوى من أجل التحقيق الصالح لمصر، وأن تكون مصر قصة نجاح باهرة في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا، حيث أنه في غاية الأهمية أن هذا الدور المصري يجب أن تحافظ عليه في إفريقيا، حيث أن مصر نراها تظهر مرة أخرى كقوة اقتصادية في المنطقة. سيد ميشيل فياض، كيف ترى رد الفعل المتوقع من قبل أمريكا وأوروبا، العصا أم الجزرة؟ كما تعلمون الهنود كانوا يحاولون الحفاظ على علاقات طيبة مع أمريكا، كل هذا يعتمد على المساعي والنهج الذي تنتهجه هذه الدول العربية، يمكن أن يفعلوا كما فعل الهند، ومن بالتالي كخطوة لاحقة يمكنهم الحد من ردود الفعل القاسية من جانب الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن إذا ما نجحت هذه الدول في الحفاظ كما فعلت روسيا والصين، سوف تكون هناك تداعيات إذا ما انتهجوا النهج الروسي أو الصيني. ولكن مرة أخرى الهدف الأساسي ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة، لديهم أيضا بعض المشكلات والشواغل وقوة الاقتصاد، أيضا له ارتباط كبير بالهند والصين. اليوم الهند والصين بالفعل لهم دور ريادي في الاقتصاد العالمي، ولكن الولايات المتحدة لديها لا زالت القوة، ولكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهند والصين، وهناك مجالات قوة مختلفة، ولكن لابد أن تتخذ الدول العربية قرارات حاسمة بشأن الحفاظ على العلاقات المتوازنة، وأعتقد لم يتخذ هذه القرارات بشكل تفصيلي، ولكن لابد خلال هذه الأيام أن يتخذوا هذه الخطوة الهامة. أذهب الآن مجددا، وربما يكون هذا هو السؤال الأخير، لسعادة الدكتور وليد جابالله. دكتور وليد، أظن أنك اطلعت، أو يعني يمكنك أن تطلع على دراسة لمورغان ستانلي قالت فيها أنه مصر الاقتصاد المصري سيكون سابع اقتصاد في العالم خلال 50 سنة المقبلة. تتفق مع أفكار من هذا النوع، وترى أنها تعزي الاقتصاد المصري وتشد من أزره في لحظاته العصيبة الراهنة؟ خليني بس انا عايز اكد في البدايه، في يعني تعليقا على ما تم الحديث بشانه فضل. عن الدولار بالنسبه لمصر، يعني الولايات المتحده الامريكيه هي التي سحبت الدولار، يعني الولايات المتحده الامريكيه مرحب بها من مصر ومن الصين ومن الهند ومرحب بها من العالم، فمن قام بسحب الدولار من العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية برفعها أسعار الفائدة، فالعالم الآن يبحث عن حلول، فالعالم في موقف المدافع، فهو لا يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي قامت بسحب الدولار وهي القادرة على أن تغمر العالم به حاليا، فدي مشكلة هي الولايات المتحدة هي اللي سببتها. بالنسبة للاقتصاد المصري، الاقتصاد المصري بيتميز بصفات ان هو الاقتصاد الاكثر تنوعا في المنطقة، الذي يمتلك الكثير من الاوراق. الاقتصاد المصري قصة نجاح كبيرة من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الغربية، ومصر لا تستهدف نهائيا ان يكون انضمامها لتكتل بريكس بديلا او انسحابا من تعاونها مع الدول الغربية ابدا، بالعكس
مصر بتستكمل تشبكاتها الاقتصادية العالمية، بتمد يدها إلى كل أنحاء العالم. اليوم هذا الشعب يريد، عندما يريد الغذاء، عندما يريد القمح وتتقطع به السبل، يجب على الحكومة المصرية أن يكون لها تعاون مع الهند وأن تدخل الهند كمورد إضافي. فالولايات الاقتصاد المصري بتشابكاته، أتصور أنه يجب على الجميع شرقا وغربا أن يتفهم في أنه يجب أن يحافظ على تشابكاته، ويجب أن يخلق لنفسه الحلول من أجل أن يستمر. فاستمرار الاقتصاد المصري هو ضمانة أساسية لاستقرار المنطقة طبعاً. طبعا، لكني كنت أسألك يا دكتور جبلة عن واقعية نبوءة مورغان ستانلي، الاقتصاد المصري سابع اقتصاد في العالم خلال نصف القرن المقبل. طبعا النبوءة مبشرة، وده حاجة بتسعدنا وبتنضم إلى مجموعة من النبوءات من المؤسسات الدولية اللي بتتجه إلى هذا النحو مع اختلاف الترتيب، ولكن هذا الأمر لن يتم بصورة تلقائية، هو يتم بالعمل، يتم من خلال ما تقوم به الدولة المصرية من تشجيع استثمار بالخارج، من استمرار في عمليات الإصلاح الهيكلي، من استمرار في إدارة الاقتصاد بصورة جيدة وتعبئة الموارد المصرية من أجل مزيد من التقدم. الاقتصاد المصري قادر على تحقيق ذلك، وأن يكون من أكبر الاقتصادات اللي موجودة في العالم، قدراته بتتحدث عن ذلك، وتعاونه مع الجميع شرقا وغربا يتحدث عن ذلك. النتائج والتوقعات الجيدة للاقتصاد المصري، الاقتصاد المصري قادر على تحقيقها، وأنا واثق في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيقها، ولكنها لن تتحقق بصورة تلقائية، ولكنها ستتحقق بالعمل وبتضافر القوى ما بين المصريين وبتعاونهم مع القوى الإقليمية والقوى العالمية. جملة أخيرة أحصل عليها من سعادة الدكتور محمد مسعود الأحبابي في دبي. يا دكتور، لعل أهلنا في دبي فرحون بهذا التطور. أكيد بلا شك، نحن سعيدين بهذه القيادة الحكيمة التي دائما يعني تخطط استراتيجيا وتخطط سياسيا وتعرف ماذا تفعل، يعني تنتهج سياسة ذات شخصية فريدة من نوعها بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله رئيس الدولة، من خلال هذه الهيبة الدولية التي دائما تفرض شخصية دولة الإمارات العربية المتحدة. يا دكتور، أدام الله علينا وعليكم هذه الأنباء السارة، أشكرك شكرا جزيلا سعادة الدكتور محمد مسعود الأحبابي الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، وافر امتناني لسعادة الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي المصري، وللأستاذ الكريم ميشيل فياض الخبير الاقتصادي الذي شرفنا من باريس.